الماتش النهارده في ناس شافت ان في فرص كتير سهله جدا بتضيع. ده اول مباراه بعد اكتر من 60 يوم غياب عن المباريات الرسميه. انت بتتكلم عن نادي الزمالك، ده اول مباراه رسميه بعد اكتر من 60 يوم. فانت بتتكلم في مجموعه لعيبه جداد بينضموا للفريق مع اللعيبه المستمره مع الفريق مع مدير فني جديد، ده اول اختبار رسمي لي. من ملامح المباراة وشفنا فرص كتير جدا لنادي الزمالك، لو اتكلمنا عن أول الفرص الخطيرة جدا كان شبه انفراد أو كان انفراد لزيزو، لكن الكرة طولت منه وطلع أحمد عادل عبد المنعم قطع الكرة والكرة كملت بعدها برضو، ولكن كانت بعيدة. اتكلم عن فرص ثانية، نادي الزمالك حاول أكتر من مرة، كرة تانية بتيجي ليوسف أوباما بيحط الكرة ببطن رجله وبتيجي في العارضة. كان نادي الزمالك في الشوط الأول وإحنا بنتفرج كده على الفرص أو الإعادات للهجمات بتاعت نادي الزمالك، هتلاقي نادي الزمالك أخطر. صحيح نادي الإسماعيلي عنده مجموعة لعيبة شباب في الخط الأمامي، عنده عبد الرحمن مجدي ولعيب خبرة كبيرة في الدوري المصري ولعيب مميز، عنده لاعب جديد في الفريق نادر احرز هدف في المباراه اللي فاتت، الناس كلها شايفه ان هو لعيب واعد برضه كان عامل شكل، ولكن الفرص الاخطر كانت لنادي الزمالك. لو بنتكلم واحنا شايفين كده فرص نادي الزمالك، انت بتتكلم على ان نادي الزمالك وصل باكتر من كوره. كمان كان في كوره للكابتن شيكابالا وعرف يعدي كعادته حطها في الضيقه ولكن كانت جنب العارضه. فانت بتتكلم ان الفريق بقى يصنع فرص، بقى فيه عدد كبير من الهجمات. طيب الجمهور هيقول لي طب انا هعمل ايه بالفرص؟ انا عايز اهداف. هقول له هي بتبدا بكده، ما انت لما بتعمل فرص كتير ممكن تبقى موفق في مباراه فالفرص دي خش منها 3 4 تجوال، وماتش تاني ما تعملش فرص غير فرصتين ثلاثه وتلاقي التلاتة دخلوا جوال. ده طبيعي، في توفيق وفي عدم توفيق، لكن المباراة إجمالا بالشكل اللي احنا شفناه جمهور نادي الزمالك أكيد مش هيبقى راضي على التعادل، خصوصا إنك عايز تلحق بركب مقدمة الجدول، عايز توصل للحتة دي بدري بدري، عندك أكتر من مباراة متأخر فيها عن بعض الفرق اللي لعبة 13 مباراة، فرق لعب 12 مباراة، انت لعب 8 مباريات، يمكن ده اللي انا قلته امبارح. فالاسماعيلي فريق كبير ومعاه مدير فني كبير، فانت بتتكلم على برضو مباراة احد كلاسيكيات كرة القدم المصرية. لما مباراة زي دي هو الطبيعي ان جمهور نادي الزمالك عايز يكسب. خلي بالك الناحية التانية نادي الاسماعيلي على ارضه وسط جمهوره الكبير، جمهور كبير كبير في العدد، جمهور نادي الاسماعيلي. انت امبارح او اول امبارح قرار العشرين الف او القرار بتاع العشرين الف كان اول امبارح، النهارده كانت زياره مجلس اداره النادي الاهلي، النهارده كان مباراه مهمه لنادي الزمالك في الدوري بعد عوده بعد غياب كبير جدا عن المباريات الرسميه، النهارده ده الاسبوع او المباراه التاسعه لنادي الزمالك. كنت بقول امبارح لعبنا 8 مباريات. امبارح لعبنا 8 مباريات، كنت انا بقول كده امبارح في حلقه امبارح، النهارده دي المباراه التاسعه لنادي الزمالك، ان شاء الله باذن الله نقطه بالنسبه لنادي الزمالك لا تسمن ولا تغني من جوع. انت بتخش اي مباراه عايز تكسب. المباراه كان فيها اكتر من هجمه، يعني انا لو اتكلمت كده عن شوط المباراه الثاني كان في فرصه لسيف الجزيري ما تعرفش ضاعت ازاي، طبعا عمل فيها مجهود وعمل تيك اوف واعلى من المدافع ووجه الكره للاسف في ايد احمد عادل عبد المنعم. الهجمه دي لو نجيب تاني بقيه الهايلايتس بتاعه المباراه، كره قريبه قوي وسهله جدا، لو في توفيق هتخش، لو في تركيز من الجزيري اكتر من كده هتخش.